حركة دؤوبة تلك التي تعرفها مختلف محلات بيع الحلويات كلما تعلق الأمر باقتراب عيد المولد النبوي، والتي تضفي على أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الدينية طبعا خاصا، يتيح تقاسم الفرحة مع الأهل والأقارب. بيع الحلويات لا يقتصر على المحلات فحسب، بل يحضر الفرن التقليدي إلى الواجهة كمكون راسخ في الثقافة الشعبية المغربية. تكون شوية الحركة الإقبال وهذه، وتتكون الحركة مروجة، ولكن هذه السلعة غالية شوية والاقتصاد تكون شوية ضعيف وهذه وتكون شوية ديال الخسور. المهم من لواش لواش تكون ديما الحركة مزيانة إن شاء الله. مناسبة عيد المولد كنتقداو الحلويات، وهنا مولفة كنجي دايما السالة حلوتهم معتبرة والجودة. أنا في مغربي محض في المنزل، ماشي حلوة عادية. محلات بيع الحلويات تتنافس لجذب أكبر عدد من الزبائن وإرضاء كل الأذواق من خلال تزيين واجهاتها بألذ الأصناف والأشكال، والتي تعتبر إحدى أهم مظاهر الاحتفال بالعيد سنويا في أغلب البيوت.